لاعب نادي بلاك بير روفرز الانجليزي صاحب 28 عاما. الان الى عماد محمد العب وسط الملعب، عرضيه الى الامام، يا الله الله على العراق، الله على العراق. هدف جميل جدا، هدف على طريقه الكبار يا جماعه، هدف على طريقه الكبار يا جماعه لعماد محمد. عماد محمد يسجل هدفا على طريقة الكبار، على طريقة رونالدينيو، على طريقة كاكا. لاحظ الإعادة، وينك يا مارك شوارزر؟ فين الأيام يا مارك؟ فين الأيام يا مارك؟ هات من الشباك يا مارك شوارزر، يحرز هدفا جميلا لعماد محمد. برافو على أبناء الرافدين الكرام. كما قلت مشاهدينا الكرام أن الضغط لابد أن يولد الانفجار، لابد ان يولد الاهداف والخليجيه والعربيه. افرحوا افرحوا، برافو على ابناء الرافدين، برافو على العراق في هذه المباراه وحقه. لاحظ الهدف، لاحظ يعني لاحظ عماد محمد عندما نظر ولمح مارك شوارزر حارس نادي فولام الانجليزي، يعني يحرز اجمل الاهداف في هذه المباراه. برافو على عماد محمد، وهنا صيحات الجماهير الحاضرة العراقية.